محليا وإلى منافسة كأس الجمهورية، أقصى اتحاد بسكرة منافسه حامل اللقب أولمبي شلف وتأهل إلى ثمن النهائي منافسة الكأس بعدما فاز عليه بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الرسمي للقاء على وقع التعادل هدفان لهدف. من طبيعتي لما نحمل لا حارس ولا مدافع، قلت باللي اون مال ديفوندي، ما خدمناش يعني من ناحيه الدفاع، ما كناش مركزين مليح، ما كناش كومباتيف، ما كناش لو بلوك الديفونسيف اللي معتاد عليه. قلت باللي دو بي تونكيسي سي ديجا بوكو. شاهدنا يعني مقابله فيها يعني ريتم من كل يعني الجوانب، مقابله كاس لعبنا ضد فريق يعني اللي يملك يعني تشكيله يعني بس بها تشكيله اللي عندها خبره في هذه المنافسه. كنا عارفين يعني بال يعني الماموريه ما راحش تكون سهله. نظن انه حضرنا يعني جيدا هذه المباراه.